هذا اشوفه انا في راس اهداف، اشوفه في راس اهداف. لا والله لا والله السلام عليكم أصدقائنا الطيبين. طبعا يا شباب بهذه الفيديو رح أتكلم أنه كيف تجدد منظومة فريق منتخب العراقي. طبعا يا شباب مثل ما عرفتوا أنه الاتحاد العراقي تعاقد مع مدرب جديد، مدرب الإسباني خيخوس كاساس. طبعا هذا المدرب أنا أشوفه متفائل به، أشوفه مناسب للمنتخب العراقي. ولكن يا شباب أكو شيء لازم أوضح لكم إياه، أنه مشكلة المنتخب العراقي مو يم المدرب، لأن إحنا جربنا مدربين محليين وجربنا مدربين أجانب حتى على مستوى عال جربنا المدربين، ولكن المنتخب العراقي على نفس المستوى بفترة طويلة. مشكلة الفريق ليس هو المدرب ولا اللاعبين المغتربين ولا هو اللاعبين المحليين. طبعا لو هسه تجيب ميسي وتلعبه بدال أيمن حسين راح تشوف نفس النتيجة، لأن مشكلة الفريق أنه ما في تجانس بين اللاعبين وما في نظام، كل من يحب يبرز نفسه، وكل لاعبين مو بمستوى المطلوب، وكل لاعبين يعني خلنا نقول ما يستاهلون أنه يلعبون في منتخب العراقي. نحتاج مدرب يكون عنده مساعد مدربين ويوزعهم على فئات العمرية سواء كان الشباب أو الأولمبي، ويختار منهم لاعبين مميزين ويضيفهم إلى منتخب العراقي. طبعا مشكلة منتخب العراقي أنه يتعاقد مع مدرب جديد ويبقى وياه شهر شهرين، يشوف بعض الخسارات يقوم يستقيل هذا المدرب. هذا الشيء جدا خطأ، نحتاج أن نستمر ويا المدرب، وبنفس الوقت نحتاج نعمل معسكر تدريبي كامل نشوف مستويات اللاعبين، وأيضا نعمل مباريات ودية دولية، مباريات قوية مع منتخبات قوية. هذا الشيء يحسن من مستوى فريق منتخب العراقي، وبنفس الوقت يكسر الخوف عند منتخب العراق. طبعا كيف منتخب العراقي يقدر يرجع ثقة الجمهور العراقي؟ مثل ما قلنا انه يستمر مع مدرب واحد، انا اشوف هذا المدرب الاسباني مدرب مناسب، وبنفس الوقت يعمل معسكر تدريبي، وايضا يعمل المباريات دولية. وثاني شيء نحتاج لاعب سوبر. طبعا قبل كان عندنا يونس محمود، بعد يونس محمود انا اشوف اجانا لاعب مهند علي. مثل ما تشوفون هسه حاليا مهند علي اصابه، ممكن يرجع لنا في كاس الخليج، ولكن مهند علي كان يمتلك سرعته ومهاراته وتسديداته وايضا راسياته. نحتاج هيك لاعب سوبر في منتخب العراقي. واعتقد في وقت الحالي عمار محسن مثل ما نشوفه في نادي السويدي، عمار محسن مستواه جدا رهيب، نتمنى انه يتفوق مع منتخب العراقي في ايام المقبله. ولكن صدقوني يا شباب المدرب اذا يختار لاعبين الصح، لاعبين اللي يستحقون يلعبون في المنتخب العراقي، صدقوني يرجع نفس مستواه الطبيعي. نحتاج فقط انه نترك الكرات الطويله ونلعب باصات كرات قصيره، وايضا المدارس الاسبانيه دائما نشوف التيكي تاكا بيناتهم. لو يرجع هذا الشيء للمنتخب العراقي، وايضا لو يرجع لاعب مهند علي المنتخب العراقي، يكون عندنا لاعب سوبر، هذا الشيء ممكن يرجع لنا ثقه للمنتخب العراقي. مثل ما قلنا في فيديو سابق عندنا مباريات مهمة أمامنا، مباريات ودية، أربع مباريات ودية مع منتخب المكسيك وإكوادور ومنتخب فنزويلا وأيضا منتخب كوستاريكا. لو نلعب ويا هذه أربع منتخبات ونحسن مستوى فريق، طبعا إحنا المنتخب العراقي مو ضروري انه يعتمد على بعض اللاعبين، لان اكو مثل ما قالوا اكو بعض اللاعبين اوراقهم مو كامله، واكو بعض اللاعبين انه ما يريدون يمثلون المنتخب العراقي، واكو بعض اللاعبين انه مو جاهزين انه يمثلون المنتخب العراقي. هذا الشيء يعني خلينا نقول مو كلش مهم، المهم انه المدرب يستمر مع المنتخب العراقي ويجيب لاعبين يستحقون المنتخب. وبنفس الوقت بعد هذه المباراه عندنا بطوله كاس الخليج، ممكن نجرب بعض اللاعبين المهمين، وبنفس الوقت نجرب المدرب، نشوف اداء المدرب. وثاني شيء عندنا امامنا بطوله كاس اسيا، بطوله جدا مهمه، لازم نبرز بهذه البطوله، لان حقيقه العراق صار له فتره طويله لا اخذ بطولات ولا
المستوى المطلوب اللي نعرفه هذا المنتخب العراقي، ولكن في أيام القادم نتمنى نشوف منتخب قوي مع هذه المدرب الجديد، ونشوف لاعبين المغتربين اللي يستحقون بالمنتخب، ونفس الوقت لاعبين المحليين. أنا جدا معجب بلعب محمد قاسم وحسن عبد الكريم وحسين جبار، أكو كثير من اللاعبين يستحقون أن يتواجدون المنتخب العراقي. وطبعا يا شباب خلينا نبطل انه سواء كان بالتعليقات او بالاعلام انه نكسر المدرب، نكسر اللاعبين، نكسر الاتحاد العراقي. خلينا نكون ايد واحد ونرجع مستوى منتخب العراقي، واحنا كلنا اكيد نتمنى نشوف منتخبنا يوصل لمراتب اعلى. طبعا يا شباب وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله وعدكم في 4 مباريات الودية راح اعمل عليهم فيديو، وبنفس الوقت امامنا بطولة مهمة، بطولة الخليج، ونشوفكم بفيديو قادم. سلام.